اخوان تعاودوا الخوت كلشي مزيان صحيحه طويرات كلشي بخير. المهم الاخوان جاي نشارك معكم ان شاء الله اليوم موضوع تصفيه الكبد بمكون طبيعي 100% وراه ديجا درناه في القناه وهذا، ولكن اليوم ان شاء الله حاولنا باننا ندير لكم التقديم ديالو وتشوفوا مباشره كياكلوا الطويرات واستافدوا منه وناقشوا ان شاء الله الفوائد اللي فيه والمزايا كامله ان شاء الله وكيفيه طريقه العلاج ديالو باش يفهموا الاخوان والله ما يسر. المهم الاخوان كيف كتشوفوا يعني انتم كاع الطويرات هما يعني كياكلوه مباشره عندي، فهمتي؟ مباشره كنحطوا لهم كياكلوه هو الخرشوف ان شاء الله. الخرشوف كيحتوي على ماده نيكول طالعه معالج للكبد، مصفي كيصفي الكبد ولكن معالج ماشي غير مطهر، يعني فيه فوائد كثيره. انتم المسارح حتى هما الاخوان هما يعني راه كلشي كياكلو، انتم كلشي مجموع اللي كياكل فيه كيف كيبان لكم الاخوان الصوره. المهم الاخوان يعني الـ 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 الخرشف معروف عليه بانه هو كيحتوي على ماده نيكول طالعه فيه ان شاء الله، وكيصفي الكبد كيف قلنا ومعالج ماشي غير كيصفي يعني معالج للكبد، يعني كيكون فيه انتفاخ ولا كتكون يعني مضره بكثره وكيعاونها وكيدير يعني كيعالجها. باقي ليا جوج نسيتهم خاصني نقدموا ليهم. المهم الاخوان انتم كيف كتشوفوا يعني عند الطويرات كاملين. طريقة الاستعمال الاخوان ممكن بانك تقطعو تحطيه ليهم بحال كونية مباشرة اوراق ولا بحال هاد الشكل هذا، كتقطعيه بهاديك يعني بالقصبة ديالو وفيها شوية الاوراق وتعلقيه ليهم بحال الطريقة ان شاء الله. راه ما كياكلوه، شوف هانتوما الاخوان راه ما كياكلوه، يعني راه كلشي كياكلو ماشي غير هادو، اي طوير كياكلو. انا دابا حنت مولفهم على الحوايج الطبيعيين، الاخوان اللي ما مولفينهمش على الطبيعي وما بغاوش ياكلوا الخرشف كاينين الطرق اللي كنخدموا بهم يعني كعلاج للطويرات. ممكن الاخوان باننا يعني نطحنوه ولا يعني نديروه في الماكينه ونطحنوه وناخذوا الماء ديالو هو خطر، فهمتي؟ يعني نعصروه ولا ندقوه وناخذوا هذوك القطرات شي خمسه المقاطع ولا هادو نديروهم ليه في الشرابه، ولا العكس نديرو نسلقوه يعني كيف كيبان لكم ناخذوا طريفات ديال الخرشف ونسلقوهم الاخوان في الماء ونقدموهم للطويرات ديالنا. وطريقه اخرى يعني كتعاون في العلاج ديال الكبد 100% وفعال هو الطريقه الاخوان، جربوها مع الطويرات ديالكم وتردوا عليا راه بالغارانتي، راه ماشي يعني بتحت تجربه شخصيه. وشو الطوير يعني فيه مرض الكبد وهذا، وحاول بانك تعطيه الخرشف لمده 3 ايام ولا 4 ايام وعاود تشوف النتيجه وعاود تقول لنا ان شاء الله. المهم هذا راه علاج فعال ان شاء الله، الى هو كاين هو وكاين حتى يعني سميتو الخرقوم. الخرقوم عرق كيف كنعرفو يعني عواد وكطحنيه حتى هو وكدير منه شي نص معلقه ولا هذه في الماء طيب وتخليه يبرد وتقدميه للطويرات. ولا ممكن الا بغيتي تستافد اكثر هما فيهم ماده نيكول بجوج وكيعاونوا ان شاء الله، غادي تحاول بانك تاخذ طريفات ديال الخرشف وغادي تاخذ واحد المعلقه ديال الخرقوم وغادي ديرهم في الماء ان شاء الله يطيب تيغلى مزيان، وغادي تحاول بانك تصفيه وتقدمي للطويرات ديالك. راه فيه منفعه وفيه فوائد كثيره للطويرات ديالك ان شاء الله، وتصفيه الكبد وعلاج الكبد فعال وما كيتراوحش لمده ديال 3 ايام ولا 4 ايام كتكون انه ما كنهضرش انا على النيتواج، انا كنهضروا على العلاج يعني كيعالجوا الكبد وكيصفيوا الكبد 100%. ولكم تجربه خلادك جربوا عاودوا قولوا لنا الاخوان. كيف كتعرفوا الحوايج الطبيعيين انا كنخدم بلوغرام الطبيعيين، والحوايج الطبيعيين كاع اللي كنخدموا بهم ان شاء الله عندهم دور وعندهم نتيجه مع الطويرات ديالهم. وانا غادي نحاول بانني نوجد لكم واحد الفيديو خاص ان شاء الله انا كنوجد فيه، غادي نحاول بانني نخلي لكم يعني كيفاش غادي نطريطيو الطويرات ديالنا بمكونات طبيعيين، والاخوه اللي ما كيعرفش يطريطي الفريخات ديالهم من العام للعام باش يتفادى الامراض والمشاكل. انا غادي نحاول بانني نوجد لكم واحد الفيديو غادي تلقاوه تاهو في القناه ان شاء الله، والله يسر لكم الاخوان. يعني هذا كان موضوع غير لتصفيه الكبد الاخوان، باقين يعني بزاف كنشوف تساؤلات فيهم وكيلقاو غير منظف للكبد الهيباتوفيل خل التفاح، يعني اغلبيه الاخوان كيتنصحوا وكينصحوا بغير هذوك راه غير منظفين للكبد. الى ضرر الكبد ولا يعني باين في اطراساج ولا بانت الكريشه في الطائر بانه هو تضرب للكبد راه كيكون مشكل باش يكون عندك الخل ديال التفاح ولا الهيباتوفيل يعاونو، يعني راه ما كيبقاوش حيت هادو غير مطهرين للكبد. اما دابا هادو معالجين للكبد سبحان الله،
خلق لك الله شي حاجه اللي هي حتى كتاكلها اوتوماتيك وما عارفهاش. حنايا اصلا هاد الحويجات هما اللي كيديروا لنا تصفيه الكبد ولا كيديروا لنا العلاج الكبد وبدون علم ديالنا ان شاء الله. المهم الاخوان كان هذا هو موضوعنا، بغيت نوريكم ولا نشارك معكم طريقه التقديم. حيت شحال من واحد كيشوف خرشوف ولا كيهضروا لي على الخرشوف كيقول لي راه مار ولا حار ما كياكلوش الطويرات. المهم الاخوان هي مباشره معكم كيف كيبان لكم، يعني راه الطويرات كياكلوه من المزيانه، هما كاع الطويرات كلهم ما كاينش شي طير اللي موقفش كياكل فيه. واش فهمتوا الاخوان؟ ها هما كيبانوا لكم كاملين ان شاء الله. ها الاخرين حتى هما يعني كلها، شوف اللي هاز طريف لهيك كياكلوا فيه، شي كيفصل هكا الاخرين حتى هما، يعني كاع الطويرات الاخوان ان شاء الله يعني كيتقبلوا وكياكلوا المواد الطبيعيه. انا مولف الطويرات ديالي على اي حاجه طبيعيه ان شاء الله غادي كنقدمها لهم وكنعطيها لهم مباشره ان شاء الله وكيستافدوا منها. المهم الله ييسر لكم الاخوان وان شاء الله يكون هذا الموضوع يعني نال الاعجاب ديالكم وتكون فائده لي فيه ان شاء الله الطويرات، والله ييسر لكم الاخوان.